مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من ترندز، جايبين لكم فيها اهم الاخبار اللي شغلت الناس على السوشيال ميديا خلال الاسبوع ده. ودلوقتي هنبتدي بفقراتنا اللي احنا عارفينها دايما ترندز اوف ذا ويك. حفل توزيع جوائز جوي أوردز اللي اتعمل من أيام في مدينة الرياض بالسعودية كان واحد من الترندز اللي شغلت الناس جدا على السوشيال ميديا، وكان مليان بالتفاصيل واللقطات اللي ناس كتير اتكلموا عنها، خصوصا أن الحفل حضروا عدد كبير جدا من الفنانين من مختلف الدول العربية. باختصار كده ممكن نقول وانت مطمن أن ما فيش فنان ممكن يجي في بالك إلا ما هتلاقيه في الحفلة، يا إما علشان يحضر أو عشان يسلم جايزة أو يستلم جايزة. وإحنا هنا في ترندز هنقول لكم على أبرز اللقطات اللي كانت موجودة في الحفلة. كالعادة أكتر حاجة بتشغل الناس على السوشيال ميديا في أي حفلة من النوع ده بيكون، غير طبعا الجواز، الفساتين بتاعة النجمات. وخلوني أقول لكم أن الحفلة في النسخة دي تقريبا كان مسيطر عليها اللون الأسود، لأن تقريبا كل النجمات كانوا لابسين فساتين سودا، ومنهم طبعا أحلام إليسا، دنيا سمير غانم، وإيمي سمير غانم، نادين نجيم، وروبي، وأمينة خليل. كمان كان أهم حاجة بتميز الحفلة السنة دي هو حضور نجوم عالميين زي نجم بوليوود الشهير سلمان خان ونجم هوليوود جون ترافورتا، واللي تصدرت صورته مع الإعلامية بوسي شلبي السوشيال ميديا وعلق عليها الناس بشكل كبير جدا. ومن اللحظات المؤثرة على المسرح كانت طبعا لحظة تكريم الروح لسمير غانم والراحلة دلال عبد العزيز، واستلمت جايزة بناتهم دنيا وإيمي سمير غانم، واللي خرجت للمرة الأولى وحضرت مناسبة، ودنيا وإيمي ما قدروش إن هما يمسكوا دماغهم وهما بيتكلموا وشكروا موسم الرياض إنه كرمهم. وكان من أكتر اللقطات اللي الناس اتكلموا عنها وبقت ترند على السوشيال ميديا مشهد سجود الفنان رامز جلال على خشبة المسرح بعد ما فاز بجائزة البرنامج الأعلى مشاهدة في الوطن العربي. أما عن الجوائز اللي حصل عليها الفنانين في المهرجان، فهو كرم عدد كبير من الفنانين سواء المصريين أو العرب. وكان من الفنانين المصريين اللي تم تكريمهم الفنان محمد هنيدي اللي فاز بجائزة أفضل ممثل سينمائي، والمخرج شريف عرفة واللي فاز بجائزة صناعة الترفيه الفخرية. ومن أكتر الجوائز اللي حصل عليها جدل على السوشيال ميديا هي جائزة أفضل رياضي، واللي فاز بيها لاعب الكاراتيه السعودي طارق حامد، وده عمل حالة كبيرة جدا من الجدل على السوشيال ميديا، خصوصا إن اللي كان بينافسه على الجائزة دي هو نجم مصر وليفربول محمد صلاح. ومن السعودية للقاهرة والمعرض الكتاب تحديدا، واللي تم افتتاحه للجمهور يوم الخميس اللي فات، وحضر في أول يوم عدد كبير جدا وصلوا ل 91 ألف قارئ استقبلهم المعرض. كمان كان في لقاء فكري مع صبري فواز، واللي اتكلم فيه عن رأيه في فيلم أصحاب والأعز، وكمان اتكلم عن بداياته وكيفية اختياره لأدواره. يعني انبسطت ان انا معاكم، متشرف اني في وسط الناس هنا، وعجبتني الاسئله على الاقل، يعني فتحت لنا ابواب نتكلم في حاجات مهمه، واشكر الناس، وانا استفدت جدا من الاراء النهارده. احنا عندنا سوشيال ميديا وعندنا جوجل وعندنا كل الحاجات دي جميله وكل حاجه، ودي روافد كويسه، وما كانتش موجوده زمان. كنا بروح المكتبه ندور لما يطلع عنا عشان نلاقي كتاب. دلوقتي الحمد لله ربنا مدينا ومدي للشباب فرص كتيره للاطلاع، بس ده عمره ما يغني عن فكره انك تقرا كتاب بالليل وانت قاعد او بالنهار، في النهايه في حاله صمت وبتقرا كتاب، ده موضوع هيفرق معاك جدا في حياتك وفي وجهه نظرك في الدنيا. مساله مش بس بتتفرج على حاجه، لازم انت تقرا من الكتاب نفسه. مهما كان في روافد للمعرفه، هيفضل الكتاب هو اهم مصدر واهم حاله تعرف تكون منها وجهه نظر ومعرفه. انا عندي عروض مسرح كده بقراها، واول ما اختار نص منهم هنقول عليه، بس لسه ما اخترتش. يعني ما تفرقش، يعني انا اتمنى يبقى في مسرح الدوله عشان كل الجمهور يعرف يخش. الفن والله العظيم ارق بكتير من المسؤوليات اللي الناس عايزه تحملها له. الفن أضعف وأرق بكتير من الموضوع ده. الفن مش هيعلم، المدارس اللي بتعلم. الفن مش هيربي، البيوت هي اللي بتربي. كان في قصة كمان شغلت الناس كلها على السوشيال ميديا سواء المهتمين بالفن أو بالرياضة، لأن القصة بتجمع بين اتنين، والقصة دي هي الاحتفال اللي عمله لاعب مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو لصديقته جورجينا بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها الـ 28. الفكرة مش في إنه احتفل بعيد ميلادها، الفكرة كانت في طريقة الاحتفال، لأن رونالدو أخذ جورجينا والولاد وطلعوا على دبي عشان يحتفلوا بعيد الميلاد هناك. الفكرة إن رونالدو قرر يحتفل بعيد ميلاد جورجينا بطريقة مختلفة
مختلفة جدا السنة دي، وانه يحتفل بيها على برج خليفة، وانه صورها تظهر على البرج، وطبعا الصور والفيديوز كانت مبينة مدى سعادة جورجينا بالمفاجأة دي. احتفال رونالدو بعيد ميلاد جورجينا السنة دي بيتزامن مع الفيلم الوثائقي اللي عرضته شبكة نتفليكس مؤخرا بعنوان أنا جورجينا، وهو عبارة عن فيلم وثائقي بيستعرض حياة جورجينا مع رونالدو من أول تعرفهم لحد دلوقتي. يا بختك يا جورجينا. وبكده خلصت فقرة Trends of the Week.